لجنة التخطيط يمكن من خلال تصريحات موسيماني ما بعد اللقاءين الخاص بمباراة الرجاء والأولى والثانية إن النادي يعني المدير الفني بيعمل كل ما يستطيع عشان يعمل فرص للفريق إن اللعيبة تبقى فيه جمل عشان يوصلوا لمرمى الخصم، ولكن الفرص بتضيع ودي مش مسؤوليته، مسؤولية اللاعبين في الملعب. وهنا لجنة التخطيط عندها وجهة نظر وأنا بتفق معاها فيها إن لا، أنت مسؤول عن انك تجهز اللعيبه عشان او تجهز الجمل اللي توصل للمرمى، وفي نفس الوقت ان فرص اللي بتضيع دي مسؤوليتك ايضا، ان انت لما بتشوف كم الفرص اللي بيضيع وايه السبب فيها بتحاول تطور اداء اللاعبين اللي ممكن بيوصلوا اكتر ناس بيوصلوا للمرمى، وبالتالي تحسن من ادائهم في التهديف وتحسن من ادائهم في الفرص اللي بتجيلهم. لكن مسؤوليه المدير الفني في كل شيء هي سواء بقى تجهيز او انك بتؤهل اللاعب وبتنمي مهاراته عشان يقدر يسدد بشكل مناسب، يقدر لما يعني ينفرد بالمرمى يقدر يحطها بشكل معين في مواقف معينه. حاجات كتير جدا في كره القدم مهمه جدا المدير الفني بيقدر يطورها، لكن الفرص من خلال موسيماني هي مش مسؤوليته لو ضاعت من اللاعب، بمسؤوليه اللاعب فقط. لا طبعا الامور مش بالشكل ده، وعشان كده لجنه التخطيط كان عندها تحفظ في هذا التصريح بالنسبه لموسيماني. المباراه القادمه ان شاء الله للنادي الاهلي امام وفاق سطيف هتكون يوم 6 أو 7، وحتى الان يمكن الكلام على استاد السلام، وفي نفس الوقت اداره النادي الاهلي حابه ان الفريق يلعب الماتش اللي جاي في استاد القاهره بحضور جماهير ان شاء الله يبقى جيد، وبتعرض الامر على موسيماني افضل له ان هو ينقل المباراه لاستاد القاهره ولا في استاد السلام الاهلي. ان شاء الله يعني ايا كان الوضع مطالب النادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق نتيجه جيده عشان يعالج الخطا اللي كان موجود في مباراه الرجاء، انك تكسب 2-1 1-0 دي بتبقى مقلقه جدا، تكسب بمكسب كويس ان شاء الله امام وفاق سطيف تبقى الامور سهله بالنسبه لك في مباراه العوده. ما بنشوفش أفشا بقالنا فتره، وبالتالي أفشا لعيب كبير، لعيب مهم في النادي الاهلي. عمليه الاحتواء للاعب زي أفشا ان هو ما بيلعبش مهمه جدا، الحاله النفسيه بتاعته. بالتالي موسيماني كان عنده جلسه مع أفشا، وانه يعني طريقه اللعب في الفتره اللي فاتت ما بتخليش أفشا يبقى مشارك بشكل اساسي. الامور بالنسبه له المشاركه لأفشا كاساسي مهمه جدا، هو كلاعب متعود ان هو يلعب بصفه مستمره في التشكيل الاساسي، ودي عملت له الى حد ما حاله من الزعل والغضب، وده وضع طبيعي لاي لعيب ان هو ما بيلعبش بشكل اساسي بتزعله. وهنا دور المدير الفني في عمليه الاحتواء للاعب وتنبيهه وتذكيره ان هو في اي وقت هيبقى موجود، وان في بعض الامور الفنيه هي اللي بتاثر على الاشتراك بشكل اساسي. ساندرو ليج البلجيكي بيتمسك بعرض معين بالنسبه له او بالنسبه للنادي ب 2 مليون دولار لبيع موليكا، اللي في الفتره الاخيره تردد النادي الاهلي بيتفاوض مع هذا اللاعب. اللاعب معار في الدوري التركي الى القاسم بشة، وهيرجع في الانتقالات الصيفيه القادمه، وبالتالي النادي الاهلي عارض مبلغ $1,200,000 لحسم هذه الصفقه، وبالتالي في انتظار موافقه ساندرو ليج البلجيكي اللي حاطط مبلغ $2 مليون لبيع موليكا.